السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ في قناتنا الأستاذ لايف، في هذا الفيديو سنتكلم عن تاريخ انعقاد مجالس الأقسام، حيث يعني حددت وزارة التربية الوطنية من خلال هذه المذكرة الصادرة في 30 يونيو 2020 يعني تاريخ انعقاد مجلس القسم أو مجالس الأقسام. إذا كنت أول مرة تشاهد قناة الأستاذ لايف، أدعوك للاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك وتفعيل زر الجرس توصل بجديد فيديوهاتنا. إذا كما يعني تبين المذكرة أمامنا، فإنه تم تحديد يعني موعد انعقاد مجالس الأقسام حسب البرمجة التالية. إذا العملية انعقاد مجالس الأقسام التعليم الابتدائي يعني الابتدائي والسنة الأولى والثانية من التعليم الإعدادي. تاريخ بداية انعقاد مجالس الأقسام، إذا من 8 يوليو 8 في شهر 7 حتى 14 في شهر 7، من طبيعة الحال للحسم في نجاح التلاميذ السلك الابتدائي وكذلك الأولى والثانية إعدادي. مجلس القسم يعني كنت سبق وإن شرحته في فيديو سابق، هو المجلس المكون من المدير بصفته رئيس وجميع أساتذة القسم. يعني مثلا عندما نقول أولى واحد يعني أو الأولى جوج، فالمدير والحارس العام وممثل عن جمعية الآباء، هذا بالنسبة للإعدادي، وجميع أساتذة ذاك القسم يعني جميع الأساتذة ديال ذاك القسم، أستاذ الرياضيات والفيزياء الطبيعية إلى آخره إلى آخره. إذن طبيعة الحال كما يعني سبق وأن يعني تكلم السيد الوزير وزير التربية الوطنية على أنه مجلس القسم هو الذي سيبت في مسألة نجاح التلاميذ، وخاصة يعني في تحديد عتبة النجاح. ثم بخصوص انعقاد مجالس الأقسام سنوات ثالثة إعدادي والجد المشترك والأولى بكالوريا، إذن هادو غادي يبدأ تاريخ بداية انعقاد مجالس المؤسسات من خلال من 14 يوليو 2020 حتى 18 يوليو 2020. إذا هذه هي البرمجة يعني التي حددتها وزارة التربية الوطنية لانعقاد مجالس الأقسام لتحديد يعني عتبة النجاح، وكذلك لتحديد يعني التلاميذ الناجحين، وكذلك للبت في أمور التوجيه بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي وكذلك السنة الأولى بكالوريا، وكذلك الجد المشترك، لأن هذه المستويات يعني كيكونوا داروا التوجيه يعني من خلال يعني بطبيعة الحال منصة مسار. والآن في هذا الانعقاد هذه المجالس يتم الحسم في توجيه التلاميذ بهذه المستويات. إذا وأخيرا كان معك أستاذ لايف أستاذ مادة الفيزياء والكيمياء. إذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك وتفعيل زر الجرس توصل بجديد فيديوهاتنا، كما لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.